أهلا بكم إلى العالم هذا المساء، أنا رشا قنديل. هذه العناوين. بعد نحو عقدين من فقدها وضعها كمراقب في أعقاب حل منظمة الوحدة الأفريقية، إسرائيل تنضم مجددا إلى الاتحاد الأفريقي بالصفة ذاتها. نناقش انعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية التي كان الاتحاد من الداعمين لها وتوقيت تلك العودة على أزمة سد النهضة. تداعيات الكشف عن برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس، الجزائر تتهم المغرب باستخدام البرنامج للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين والمغرب ينفي. نناقش مع ضيفينا أثار ذلك على العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين. التظاهرات المطالبة بتوفير المياه في إيران تنتقل من محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد إلى محافظة لورستان المجاورة، وأنباء عن سقوط قتلى. هل ستبدد تصريحات المسؤولين الإيرانيين الكبار ومن بينهم المرشد علي خامنئي المتعاطف مع المحتجين من غضبهم وتحل أزمة المياه المتفاقمة؟ أهلا بكم. إسرائيل تستعيد عضويتها في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب بعد 20 عاما من خسارتها هذا الوضع الذي كانت تتمتع به في منظمة الوحدة الأفريقية حتى حلها في عام 2002 وإحلال الاتحاد الأفريقي مكان المنظمة. الإسرائيليون أعربوا عن فرحتهم بتلك العودة، وقال وزير الخارجية إير لابيد إن هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الأفريقية، وصفا إياه بالإنجاز الدبلوماسي الذي يشكل خطوة إلى الأمام في تحسين علاقات إسرائيل الخارجية مع القارة. على مر السنين الماضية كان الاتحاد الأفريقي داعما للقضية الفلسطينية ومنددا بالهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، الأمر الذي أثار أسف الإسرائيليين في كثير من الأحيان. إسرائيل تعود إلى إفريقيا وإفريقيا تعود إلى إسرائيل، شعار رفعته الحكومة الإسرائيلية السابقة قبل سنوات ضمن جهودها الدبلوماسية الرامية لتعزيز العلاقات مع دول القارة. واليوم منحت إسرائيل رسمياً صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وسابقاً كانت إسرائيل عضواً مراقباً في منظمة الوحدة الإفريقية، لكنها فقدت موقعها مع حل المنظمة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الإفريقي، ومنذ ذلك الحين حاولت إسرائيل استعادة موقعها. هو محفل دولي إضافي يسمح لإسرائيل إنشاء علاقات جديدة مع دول في القارة الإفريقية. إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي هي متاخمة للقارة الإفريقية ولديها علاقات متنامية مع القارة الإفريقية، وأكثر من ربع سكان دولة إسرائيل هم من أصول أفريقية، سواء كان شمال أفريقيا ولا سيما المغرب أو حتى دول أفريقية كأثيوبيا. وفي بيان احتفى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالخطوة، قائلا إن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الإفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة وباء كورونا والإرهاب. لكن على الصعيد السياسي هناك تساؤلات فيما يتعلق بموقف الاتحاد الإفريقي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فدول الاتحاد معروفة بموقفها الداعم لفلسطين الحاصلة أيضا على صفة مراقب ضمن التكتل. وخلال التصعيد الأخير ندد الاتحاد الإفريقي بما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة، لكن البعض يرى أن إسرائيل تسعى من خلال تقاربها مع إفريقيا لمنع التصويت في محافل دولية باتجاه قرارات معادية لها، كما أن هناك علاقات رسمية تجمع بين إسرائيل ودول عربية وإسلامية في إفريقيا، ليس فقط كما هو الوضع بالنسبة للمغرب والسودان واتفاقيات التطبيع الموقعة العام الماضي، ولكن أيضا مع دول كتشاد التي استأنفت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أكثر من 40 عاما من القطيعة. وتمتد التساؤلات لتوقيت انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي الذي يأتي في ذروة أزمة سد النهضة، وكيف يمكن أن يؤثر الأمر عليها؟ من أديس أبابا ينضم إلينا الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد، الكاتب والباحث السياسي في الشأن الأفريقي. أهلا وسهلا بحضرتك. من القاهرة الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. ومن القدس الدبلوماسي الإسرائيلي السابق السيد مائير كوهين. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عبد الشكور عبد الصمد، لماذا بعد 20 عاما ما الذي استجد ليسمح لإسرائيل بالانضمام للاتحاد بصفة مراقب؟ اهلا وسهلا بك وبضيوفك وبمشاهديكم الكرام.
أعتقد الذي استجد أن هناك مسعى دبلوماسي بذل وعمل حثيث، وإسرائيل عندها يعني تقريبا 46 دولة عندها علاقات معها علاقات في أفريقيا من 55 دولة، فبالتالي لا يستغرب يعني أن تستعيد هذه العلاقة بحكم هذه يعني 46 من 55 عدد معتبر جدا يعني، فالعلاقة يعني موجودة، وهذا لا يكون على حساب الموقف المبدئي للأفارقة من الحق من القضية الفلسطينية ودعمهم يعني لحق كيف سيتم التوفيق الدولتين بين يعني. هذين الموقفين؟ إسرائيل بالتأكيد لديها مشروعات دبلوماسية بهذا الانضمام، الاتحاد الأفريقي حضرتك تؤكد على أنه له موقف من القضية الفلسطينية، كيف يمكن الموائمة بين هذين الأمرين والمصلحة الإسرائيلية تقتضي اعترافا وإيقافا لبعض التصويتات المتعلقة بدول أفريقية في المحافل الدولية؟ والله يا أختي الكريمة هذه مصالح الدول يعني، الأفارقة أيضا يراعون يحافظون على مصالحهم، عدد كبير عدد معتبر من الدول العربية الآن أقامت علاقات مع إسرائيل، فبالتالي يعني الأفارقة عندهم قضايا مبدئية دائما يتمسكون بها ويعني يحافظون عليها، يعني موقفهم من 72 يعني معروف جدا ومسجل في التاريخ، فبالتالي يعني القضايا المبدئية ثابتة لا تقبل نقاش، في نفس الوقت أيضا يعني الحفاظ على المصالح ورعاية مصالحهم إقليميا ودوليا هذه قضايا يعني أعتقد لا يكون فيها تناقض يعني. سيد مائير كوهين، ما تعقيبكم على ذلك؟ الموقف الأفريقي من وجهة نظر الدكتور لن يتغير فيما يتعلق بصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هو صحيح وتم التعبير عن هذا الموقف وموقف واضح، وأن دول أفريقية تؤيد مسألة حل الدولتين، ولكن لأفريقيا أيضا لها مصالح واحتياجات، وكانت لها علاقات مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، وهذا لا يتعارض. من ناحية أخرى هناك أيضا مصالح مشتركة بين الدول الأفريقية وإسرائيل، وهذه المصالح واضحة. أفريقيا في حاجة إلى التعاون في كافة المجالات مع إسرائيل، في مجال الطبي والتكنولوجيا والمعلومات والموضوع الأمني وكل هذه الأمور، والهدف طبعا إسرائيل، أفريقيا تنظر إلى أهمية من ناحية التعاون مع إسرائيل أولا لمكافحة الإرهاب، وقف التغلغل الإيراني في أفريقيا. بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا دول أفريقية تنظر إلى هذا التعاون مع إسرائيل على أنه ممكن تكون نقطة لبداية التعاون بين صحيح أن هناك علاقات إسرائيلية على مستويات دبلوماسية مختلفة سيد مائير كوهين مع يعني حوالي 46 دولة من أصل 55، لكن على كل في مايو أيار الفائت رئيس مفوضية الاتحاد قال لفظا في بيان أدان القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وما وصفه بالاعتداءات العنيفة التي شنتها القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، وقال إن الجيش الإسرائيلي يتصرف في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وبالتالي لا بالتأكيد سيكون هناك تضارب للمصالح على الأقل إذا ما وقعت مواجهة مجددا بين إسرائيل وبين الفصائل أو بين إسرائيل وبين الفلسطينيين في المدن المختلطة. نعم، ولكن هذا موقف منحاز ومن جانب واحد، يعني عندما ينظر الاتحاد الأفريقي وأي دولة أخرى إلى ما حدث في إسرائيل والصواريخ التي نهالت على إسرائيل في بداية الأمر، هي اعتداء وصارخ من قبل حماس على إسرائيل بضربها بقصفها مدينة القدس. بس الاتحاد لم يرى ذلك، وبالتالي هل انضمام إسرائيل بصفة مراقب سيغير هذا الموقف؟ وهذه نقطة اختلاف، ولكن التقديرات هي أن يعني إسرائيل بتسعى من هذا التعاون إلى تحقيق إنجازات على المستوى السياسي، خاصة في عمليات التصويت، وأن تكون دول أفريقية إلى جانب إسرائيل في عمليات التصويت ضد محاولة الفلسطينيين في مؤسسات الأمم المتحدة بالتصويت ضد إسرائيل. نعم. دكتور هاني رسلان، اليوم في إطار بحثي وجدت تصريحات لمن كانت آنذاك في 7 يوليو 2016 أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري نائبة مي محمود، هي قالت آنذاك أنه دعم إثيوبيا لإسرائيل الوجود في الاتحاد الأفريقي بصفة عضو مراقب هو دليل نجاح مصر في إعادة علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، هل حضرتك تعتقد كمراقب أنه هذا لا يزال هو الموقف المصري؟ كيف ترى مصر انضمام إسرائيل للاتحاد بصفة مراقب الآن مع تفاقم قضية سد النهضة؟
معذرة، هل ممكن أسمع مرة أخرى تصريح السيدة النائبة؟ نعم، السيدة النائبة أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية آنذاك 2016 بمجلس النواب قالت إنه دعم إثيوبيا لإسرائيل للوجود بالاتحاد الأفريقي بصفة عضو مراقب وهو ما تحقق الآن، ومحاولة إسرائيل التمدد داخل أفريقيا وزيادة نفوذها أكبر دليل على نجاح مصر في إعادة علاقتها مع دول القارة الأفريقية. حقيقة أنا لا أفهم هذا التصريح لأنه والمعنى الذي يحمله بقدر من التناقض، لكن أعلق على الموضوع الأساسي أن حصول إسرائيل على يعني صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي هو نتاج عمل مخطط طويل المدى كان أحد أهداف الجولة التي قام بها نتنياهو في عام 2016، سبقته أيضا جولات الوزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك لنفس الغرض، والهدف الأساسي هو تحاشي تصويت الكتلة الإفريقية ضد إسرائيل في المحافل الدولية سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل، مثل يعني على سبيل المثال منظمة الطاقة الذرية التي نجحت إسرائيل في تحاشي إصدار قرار بوجود مراقبة شاملة لمنشآتها النووية من خلال الحصول على يعني إفشال صدور القرار بحصول على دعم إفريقي ودعم من دول أخرى. الدول الإفريقية ليس بالضرورة أن تتخذ موقفا ضد القضية الفلسطينية، لكن من الممكن أن تعمل إسرائيل على يعني حفز هذه الدول أو تشجيعها على عدم امتناع عن التصويت أو الغياب حتى عن التصويت. عضوية مراقب تسهل لها الوجود داخل التكتل طيب للاتحاد الإفريقي. نعم، ولكن نعم. مصر بالتأكيد لها موقف شديد الدقة الآن بالاتحاد الأفريقي فيما يتعلق بقضية سد النهضة، التقارب الإثيوبي هذه الأيام مصر تنظر له بعين المراقبة، وبالتالي التقارب الحادث أصلا بين إثيوبيا وبين إسرائيل بوصف حضرتك مراقب للأداء الدبلوماسي المصري في هذه المرحلة، هل تراه سيمر هكذا مرور الكرام وكأن هناك مصلحة إسرائيلية ومصالح أفريقية وهكذا وخلاص؟ إسرائيل يعني رأيي أنا الشخصي أن لها دور أساسي في قضية أو أزمة المياه، وهي لاعب من خلف الستار، ولكنها حريصة في نفس الوقت على عدم الظهور بشكل علني، ولذلك حصولها على عضوية مراقب أيضا يعني أعتقد أنها سوف تستمر في نفس النهج بحيث لا يكون لها دور علني في التأثير على قضية سد النهضة، وتكتفي بالأدوار التي تلعبها من خلف الستار، وهي أدوار أنا أتصور أنها مؤثرة. لكن في نفس الوقت أيضا الاتحاد الأفريقي كمؤسسة وهو الآن الراعي للمفاوضات ليس له دور حقيقي في هذه الأزمة، سوى يعني توفير الدعم اللوجستي وتوجيه الدعوات وغير ذلك، لكنه لا يقوم بدور وساطة ولا يقدم مقترحات ولا يسعى لتقريب وجهات النظر، لأن أثيوبيا كما نعرف لديها استراتيجية واضحة في استهلاك الوقت والتعنت الشديد وصولا إلى فرض أمر واقع من طرف واحد. أستاذ عبد الشكور، هل لحضرتك من تعقيب فيما يتعلق بقضية سد النهضة ومسارها بهذه الخطوة بضم إسرائيل كمراقب للاتحاد الأفريقي؟ أختي الكريمة، إسرائيل يعني تعمل كما قال الدكتور هاني، يعني تعمل بخطة وبمنهجية وبعمل دبلوماسي مرتب، وهي تستهدف أفريقيا لعدة اعتبارات، تستهدفها ككتلة بشرية لسوق استهلاكية للعديد من المنتجات، تستهدفها باعتبار أن عندها تقدمات في مجال التكنولوجيا، يعني دورة رائدة، عندها سوق معتبر، فبالتالي وأيضا ككتلة تصويتية في المنظمات الدولية وأيضا في العلاقات فيما يتعلق. بس هذه مصلحة إسرائيل، أنا أسأل حضرتك عن مصلحة إثيوبيا التي قدمت أوراق يعني الاعتماد للسفير الإسرائيلي أمامها للانضمام إلى الاتحاد. أنا أقول أنا يعني لهذا أيضا يعني إسرائيل تعمل بعمل مرتب، فبالتالي طيب أتصور أننا سنعود إلى الأستاذ عبد الشكور فور أن نتمكن من إعادة الاتصال به. سيد مائيل كوهين، هل لحضرتك تعقيب على ما يراه الدكتور هاني من دور لإسرائيل في قضية سد النهضة في هذا التوقيت الحساس بانضمامها للاتحاد على أي حال؟ طبعا أنا يعني لا أتفق تماما بشكل واضح ما تم التعبير عنه، أن إسرائيل كما صدر من بيان للخارجية الإسرائيلية في السفارة الإسرائيلية في القاهرة بأن إسرائيل تقف على مسافة واحدة
من طرفي النزاع، وهذا يعني هذا هو تصريح علني، ونفى تماما الشائعات وما يتردد بأن إسرائيل تقف ولها ضلوع فيما يتعلق بسد النهضة. والحلم إسرائيل كما ذكر بأن نقل حصة من مياه نهر النيل إلى إسرائيل، وهو ما نقل عن الدكتور مفيد شهاب وأنا أحترمه جدا، ولكن المسألة هي تتعلق بفرقعة إعلانية، وما عبر عنه وكشف عنه الأديب الراحل الأستاذ أنيس منصور عندما كتب في مقالاته أن رئيس السادات كان يطلب منه من حين إلى آخر أن يكتب في يعني مجلة أكتوبر التي كان رئيس التحرير فيها بنقل خبر لمعرفة ردود الفعل ومتابعة ردود الفعل عن ذلك، ونقل خبرا. بس الواقع إنه اسمحي لي بس أكمل، أنا بس لأنني سأضيف على ما تقول حضرتك أنه ليس هناك من تعارض بين مشروعات إسرائيل في أفريقيا التي حضرتك تفضلت بالإشارة إليها وبين موقف إثيوبيا الذي تراه موقفا تنمويا له علاقة بالتنمية في إثيوبيا. إسرائيل لن تعارض هذا الموقف، ليس هناك من داع لأن تعارض هذا الموقف خصوصا الآن. إسرائيل يعني كما ذكرت هي تقف على مسافة واحدة من طرفي النزاع، وهو بيان رسمي صدر عن السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وهذا واضح أن إسرائيل ليس لها علاقة، بالإضافة أن بيان صدر أيضا عن السفارة الإسرائيلية في القاهرة ينفي تماما ما تردد بأنه إسرائيل نقلت يعني نوع من المعدات والأسلحة لحماية سد النهضة، وكان هناك نفي رسمي لذلك. وبالتالي يعني نحن لم نسمع سوى يعني شائعات وأقوال. ولكي أكمل هذه النقطة، أن الرئيس السادات كان يطلب من أنيس منصور لنقل هذه الفكرة لكي يستفهم من ردود الفعل بنقل المياه إلى إسرائيل عن طريق سيناء، وطبعا إسرائيل ليست في حاجة إلى مياه نهر النيل ولديها اكتفاء ذاتي، وهي على استعداد للتعاون مع مصر في هذا الموضوع، وهو كما جاء في بيان السفارة الإسرائيلية في القاهرة. لكن المسألة لها علاقة من وجهة نظر أي دولة في موقع كموقع إسرائيل أن يكون في يدها الصنبور، وهذا ما تتحدث عنه الأصوات المتابعة في القاهرة. دكتور هاني رسلان، هل من تعقيب؟ أنا هنا أستدعي شهادة منشورة وموثقة للمهندس حيدر يوسف وكيل وزارة الري السودانية السابق والذي قضى وقتا طويلا في هذا الموقع، وهو على معرفة وثيقة بأثيوبيا، وكان في عهد نظام البشير هناك تعاون وثيق بين السودان وأثيوبيا. الرجل في شهادته أفاد بأن هناك طابقا كاملا في وزارة الري الأثيوبية، وهذا الطابق مغلق وبه خبراء إسرائيليين هم الذين يقومون على التخطيط لقضايا المياه في أثيوبيا وكيفية معالجتها وغير ذلك. مصلحة إسرائيل في موضوع في أزمة السد واضحة، وهي التحكم في مصدر مياه النيل، وهو مصدر الحياة في مصر. هناك يعني حاجز يمكن إغلاقه أو فتحه بيد الطرف الأثيوبي، وإسرائيل تستطيع التأثير على هذا الطرف. وبالتالي نحن نعرف أن مصر تحتل مركزا يعني جوهريا في الثقافة الإسرائيلية وفي الديانة اليهودية، وقصة الدخول إلى مصر والعبودية والخروج والتيه كل ذلك مرتبط بمصر. ف يعني وضع مصر في صندوق والسيطرة على هذا هو سيناريو مستقبلي خاطئة. إسرائيل تسعى لهم. بس يا دكتور هاني أنا أذكر أنا ذكرت حضرتك يا فندم خاطئة. سليمة لحظة سيد مائل، لو فرضيت حضرتك سليمة أنا ذكرت المصدر وهذه الشهادة موثقة ويمكن لأي شخص الرجوع إليها. أنا أناقش حضرتك في الفرضية السياسية. لحظة يا سيد مائل، لحظة يا سيد، هذا كل ما لديكم. لحظة يا سيد مائير، ممكن أدير الحوار بشكل احترافي؟ لا تتجاوز في الحديث. لم تستدعوا سيد مائير. لا تتجاوز في الحديث. أنا أتحدث بكلام موثق ومنشور. لو سمحتما هذا الحوار ينبغي أن يدار بشكل أفضل من ذلك. نفسك. سيد مائير كوهين لو سمحت. دكتور هاني لو فرضي يا سيد دكتور هاني لو سمحت. لو فرضية حضرتك سليمة ونناقشك فيها، هذا يعني أنه ما جرى الآن من ضم إسرائيل للاتحاد بصفة مراقب انتصار كاسح لإثيوبيا في قضية سد النهضة.
ليس انتصارا لأثيوبيا، أثيوبيا طرف يتم استخدامه في هذه القضايا، يعني هي ليست فاعلا، هي أداة تستخدم. سيد مئير، هل من تعقيب؟ شوفي، مسألة ليس هناك أداة. أنا أحب أصحح هذه المعلومات. أولا، شعب إسرائيل، بني إسرائيل، عاشوا في مصر 400 عام، وحتى في رسالة لسيدنا موسى هو طلب من بني إسرائيل: لا تزدري مصريا فقد كنت عبدا في أرضه. إسرائيل تحترم مصر وتقدر ما قدمته لأنبياء إسرائيل، وتحترم كل ما قدمته للشعب لبني إسرائيل على امتداد 400 سنة. وأنا أتحدث عن نفسي يعني مصري وعاش في مصر وتربى هناك، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا ما قدمته مصر، ولا أحد يريد أن يقترف الشعب المصري نوع من المشاكل التي تتعلق بالوجود والحياة. طيب، لا يوجد شخص في إسرائيل يريد ذلك. المشاكل المتعلق بالوجود والحياة، لماذا تقف إسرائيل كما تقول حضرتك على مسافة واحدة من الطرفين، لو كل هذه المواقف يعني تكن إلى مصر؟ ما الذي تريدين أن تفعله إسرائيل في ذلك؟ هناك مشكلة بين الدولتين، عليهم أن يحلوها، ولكن إقحام إسرائيل بأي شكل وبأي وسيلة. وشرحت لحضرتك ليس هناك هدف إسرائيلي للحصول على مياه النيل، وذكرت المسألة كانت فرقعة عالمية. نقطة تانية، إسرائيل لديها من الموارد من الملاك ما يكفيها ويكفي احتياجاتها. ثالثا، إسرائيل على استعداد أن تتعاون مع مصر في بكل ما يتعلق بخطط المياه والحصول على المياه. لكن يا سيد مئير، رد على حضرتك الدكتور هاني بأنه المرجو من الانضمام في هذا التوقيت هو تحالف بين إسرائيل وأثيوبيا، رسالة إلى مصر، ومحاولة للسيطرة على منابع المياه التي حضرتك وصفتها بشريان الحياة للمصريين. نعم، ولا أحد يريد أن تتأذى مصر أو يتأذى الشعب المصري وأن يتضور جوعا. يجب أن ندرك أن هناك 100 مليون شخص يعيشون في مصر وعلى حدود إسرائيل الجنوبية. هذه ستكون أكبر قنبلة في طيب. في المنطقة ممكن يتأثر منها العالم. إذا دكتور هاني، فقط إسرائيل. بحسب رؤية حضرتك، أنتم تتحدثون عن أشياء خيالية. هو ليه النهاردة الحديث صعب، الحوار صعب؟ دكتور هاني رسلان، ما هي الخطوة القادمة للقاهرة انطلاقا من رؤية حضرتك للموقف أو للتوقيت أو للانضمام في هذا الظرف؟ القاهرة لها استراتيجيتها تجاه القارة الإفريقية. هذه الاستراتيجية تتقدم باستمرار، استعادة مساحات كثيرة كانت قد غادرتها مصر نتيجة عدم الاهتمام في مراحل سابقة. مصر تدعم القارة الإفريقية بكل ما تستطيع، تقدم كل الخبرات الفنية والعلمية وغير ذلك، وتسعى لي عبر العلاقات الثنائية وعبر العمل الجماعي الإفريقي أيضا، وعبر الدفاع عن القضايا الإفريقية في المحافل الدولية. وهذه العلاقة تتقدم بغض النظر عما تفعله إسرائيل أو تقوم به إسرائيل، لكن مصر لها استراتيجيتها الخاصة وهي تسير بانتظام وبتقدم. شكرا جزيلا لضيوفي جميعا، الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القدس، الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مئير كوهان، وكان منضم إلينا من أديس أبابا السيد عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي في الشأن الأفريقي. شكرا لحضراتكم جميعا. شكرا لك. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه أيضا. تداعيات الكشف عن برنامج بيجاسوس الإسرائيلي للتجسس. الجزائر تتهم المغرب باستخدام البرنامج للتجسس على مسؤولين ومواطنين جزائريين، والمغرب ينفي. التظاهرات المطالبة بتوفير المياه في إيران تنتقل من محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد إلى محافظة لورستان المجاورة، وأنباء عن سقوط ضحايا. أنا شاهد أصبح في متناول يدك. في أي مكان وفي كل وقت.